المبدأ الأول أن معناها الرياضة تخضع إلى معناها التنظيم، والتنظيم هذا تنظيم هرمي، يعني من لوطة واحنا طالعين رياضي، جمعية رياضية، جامعة رياضية، اللجنة الوطنية الأولمبية، جامعة دولية رياضية، واللجنة الدولية الأولمبية. لابد باش نفهم التسلسل هذايا، باش نفهم شنو التنظيم نتاع الرياضة ساعة من الرياضي حتى للجنة الدولية الأولمبية، لأن اللجنة الدولية الأولمبية هي أعلى سلطة رياضية. برشا ناس يظن وزارة الرياضة، مش وزارة الرياضة، صحيح. أعلى سلطة رياضية هي اللجنة الدولية الأولمبية، واللي تشرف في العالم هي الأمم المتحدة نتاع الرياضة، وفي المستوى المحلي اللجنة الوطنية الأولمبية هي المسؤولة على الرياضة. وزارة الرياضة تقوم بطبيعة الحال بدورها، لأنها عندها الفلوس، عندها فلوس المجموعة الوطنية، هي مسؤولة على المنشآت إلى آخره، لكن الرياضة وتنظيم الرياضة مباريات إلى آخره هي اللجنة الوطنية. معناها الوزارة يمكن عندها أكثر بعد سياسي، بعد سياسي وبعد حكومي حكومي. وهذاك علاش ثم الدول ما عندهمش وزارة رياضة، ثم دول حتى في إيطاليا ما عندهاش وزارة رياضة، ما فماش وزارة رياضة. شيء وزارة الرياضة يقول لك وزارة الرياضة إدارة، هذه لا هي معناها بالمنشآت، لا هي بالتكوين، لا هي بكذا، أما لكن الرياضة وشكون يشرف عليها هي اللجنة الأولمبية. بطبيعة الحال بالنسبة للرأي العام التونسي يقول لك شتي الحكاية، علاش؟ لأنه احنا سنوات اللجنة الأولمبية ما عندها حتى قيمة، ما عندها حتى قيمة. احنا عندنا يوم رفع العلم قبل واحد جويلي يجي ويرفع العلم موسيقى وكذا، اليوم الأولمبي الموضوع معناها ما فماش، يعني ما عندها حتى دور، وما قراراتها ما يسمع بهم حد، ودائما ما تاخذ حتى قرار. المنعرج جاء في 2006، 2006 اصدر قانون جويلي 2006 اللي قال انه اللجنه الوطنيه الاولمبيه هي المسؤوله على تسيير الرياضه، وهي اللي مسؤوله على تطبيق التشريع الرياضي الدولي تاع اللجنه الدوليه الاولمبيه. يعني اول مره نص قانوني تونسي يجي يقول لك راهو اللجنه الوطنيه الاولمبيه تنجم تطبق التشريعات الاجنبيه الدوليه في تونس، وعندها الحق اللجنه الاولمبيه من 2006 باش تعمل قانون الاساسي كما تحب هي، وتعمل جلستها العامه كما تحب هي، وتعمل انتخابات حره. هذه كله صار بالقانون هذا، بحيث المنعرج صار من وقتها. ومن 2006 2006 اللجنة الأولمبية رجعت فيها الروح، كانت ميتة، رجعت فيها الروح وبدلت القانون الأساسي متاعها وأدخلت التحكيم الرياضي، لأنه التحكيم الرياضي قبل 2006 في تونس كان موجود في 66 لجنة هذه لجنة الحكماء، وبعد في 94 عملوا هيئة التحكيم هذه 94، هذوما زوز معناها هيئات إدارية، يعني صدروا قرارات، والقرارات هذيك يمكن الطعن فيها امام المحكمه الاداريه، وبطبيعه الحال دخلنا المحكمه الاداريه والقضاء العادي، ما عادش نخرج، ما عادش نزاع رياضي. 2006 جات اللجنه الاولمبيه بدلت القانون الاساسي نتاعها وقالت فما تحكيم رياضي. هذا ليش؟ استنادا للميثاق اللجنه الدوليه الاولمبيه. ما قلنا الدستور الرياضي، هو الدستور الرياضي في العالم كل هو الميثاق تاع اللجنه الدوليه الاولمبيه. متفاهمين. اش يقول الميثاق هذا؟ يقول في الفصل تاع 62 يقول راهو بالنسبه لي اي نزاع راهو نحله انا وحدي. اي نزاع رياضي يتعلق بالرياضات الاولمبيه راهو نحله انا وحدي، والا عن طريق التاس اللي هو تريبينال اربيترال دي سبور. يعني هي عملت محكمه رياضيه في الاول كانت تابعتها، ومن بعد ولات مستقله عليها. اللي احنا ربما في تونس نجيو هذه في مرحله لاحقه، هي كيفاش مستقله ولات فونداسيون مستقله، ولكن كي بدات تابعه اللجنه الدوليه الاولمبيه. بحيث احنا ايش عملنا؟ 2006 طلبنا من اللجنه الاولمبيه، طلبت من الجامعات الرياضيه كل باش يبدلوا قوانينهم الاساسيه، ويحطوا في قوانينهم انه اذا كان ثم نزاع رياضي راه لازم يجيو للتحكيم الرياضي، ما عادش تمشي للمحكمه العاديه، وما عادش تمشي للمحكمه الاعلى درجات القضاء الرياضي. عندك مشكله يلزمك تتبع السيركوي طريق التحكيم الرياضي، النزاع الرياضي، والهياكل اللي هي موجوده في الجامعات يلزمها هي منها هي ننتقلوا بعد الهيكل الرياضي اللي باش يحكم في القضيه. علاش؟ هذه باش نبعدوا الرياضه على المحاكم. يعني ما تجيش انت زوز معناها مدرب وجمعيه ولا جمعيه وجامعه ولا كذا يدخلوا المحاكم ونقعدوا معناها سنوات في المحاكم. لابد باش معناها القضاء الرياضي هو اللي يبدل في الموضوع. أكيد. هذا من ناحيه، وناحيه اخرى انه اللجنه الدوليه الاولمبيه نوعا ما فرضت التمشي هذا، فرضت وقالت راهو انتهى المشي معناها
يعني القيام بنزاعات في القضاء العدلي العادي أراه ممنوع. يلزمكم تحلوا مشاكلكم فيها كيف. نرجعوا للموضوع هذا يا سيدي هادي. درجات التقاضي الرياضي قبل ما نوصل للمحكمه الرياضيه، خلينا نزيدوا نوضحوا نحن بالنسبه صحيح. هو توا سيدي هادي بدينا باللي دوز اكس الكبار في التحكيم الرياضي 66 و94، واعتبر انه ثم اكس ثالث 5 مارس 2010 تنقيح النظام الاساسي للجنة. هو 2000 انا صرت 2006 برك بالضبط. انا حبيت ناخذ ليه من 2006 ما عندي ما ناخذ قبل 2006 دخل التحكيم الرياضي في تونس بالضبط. بعدين صار تحول زاد في 2010 بالضبط، اللي هو دخل المحكمه الرياضيه. اللي هو دخل المحكمه الرياضيه. وقتاش نحن نمشيو للمحكمه الرياضيه؟ نمشيو للمحكمه الرياضيه علاش انا بديت لك سؤالي من الاخر ما قلتلكش ها وقتاش، خاطر ثم حالات معينه نلتجئوا فيها لهيئه التحكيم الرياضي، اللي هو ذا التحكيم الرياضي خاص كما قلنا تو بشي بعد النزاعات الرياضيه من الفضاء العدلي. 5 مارس 2010 تنقيح النظام الأساسي للجنة الأولمبية جاء في الفصول 43 وما بعده بتحديد هيئة التحكيم الرياضي، وقال ساعة أولا شنو هيئة التحكيم الرياضي اللي برش عبيد ما عرفتش حتى التسمية. هو تحكيم ساعة أولا، لابد من التأكيد على أنه تحكيم رياضي لفض النزاعات النهائية بدرجة نهائية اللي عندها بعد رياضي. بشنو النزاعات الرياضية؟ ثم حالات جات فصل 43 5 اللي هو نفس الفصل في النظام الداخلي 2 باش ما نصعبوش برشا. ثم 5 حالات جات بصفه حصريه وباش يقع فيها تنقيح، توصيلات يحكي لكم على التنقيح اللي باش يصير. ال5 حالات هذيا وقتها نمشيو للهيئه التحكيم الرياضي، ما نمشيوش لمجلس التحكيم الرياضي، لانه كي نحكيو على هيئه التحكيم فيها مجلس تحكيم وفيها المحكمه الرياضيه. مجلس التحكيم عنده اختصاص، وللاسف العباد اللي تتقاضى ماهيش تفعل في الاختصاص هذا اللي عنده اختصاص كبير في تونس، والنزاعات الانتخابيه كانت يمكن ان تنظر امام مجلس التحكيم الرياضي، وكان يمكن ان يكون فيها ايقاف تنفيذ، وكان يمكن ان تنظر استعجاليا، لكن للاسف الطاعن ما عرفش وين يمشي، ترى نحكيو عليه من بعد. محكمه التحكيم الرياضي وقتاش نمشيو لها؟ في الطعون اللي ضد القرارات النهائيه الصادره على المكتب الجامعي، في الطعون النهائيه الصادره على الهيكل القضائيه التابعه للمكتب الجامعي، في الطعون الصادره على اللجنه التاديبيه، او في الطعون الموجهه ضد الجلسات العامه التابعه للجامعات او الرابطات دون الجمعيات، وهذا التنقيح نجم نتناقشوا فيه على الجمعيات لا، ودرجه خامسه او فرضيه خامسه وقت اللي يبدا ثم شرط تحكيمي في العقد مثلا بين جمعيه وبين المستشار، انه نحن راهو تمشيو فقط الى المحكمه الرياضيه، مش هيئه التحكيم الرياضي، خلينا نبدلوا المصطلحات سيدي هادي، نمشيو للمحكمه الرياضيه، لانه هيئه التحكيم هي الكبيره فيها زوز مجلس تحكيم والمحكمه الرياضيه، هذه من 5 حالات اللي نمشيو فيها من المحكمه الرياضيه. يقعد ثم نقص في النص باش يقع تلافيه في الجلسه العامه الانتخابيه، في الجلسه العامه الخارقه العاده المقبله، بخصوص علاش ما نمشيوش بالنسبه للجمعيات الرياضيه، الجلسات العامه العاديه والجلسات العامه الخارقه العاده والجلسات العامه الانتخابيه، وعندنا السابقه الشهيره نتاع النادي الافريقي وقت التجا للمحكمه الرياضيه قضي فيه بالرفض شكلا لعدم الاختصاص نتاعها. وذاك علاش حب النجم توجه مباشره الى المحكمه المدنيه. ولو انه اليوم النجم نقول انا راهو يمكن ان نعهدوا المحكمه الرياضيه. نعطيك مثال. انك تمشي للمكتب الجامعي لانه الفصل 12 هذا ما حبيتش نقوله سابقا. علاش؟ الفصل لانه وقتها محل نزاع. اليوم قضي فيه النزاع، والبارح برك نهار 2 جويليه قضي استئنافيا بقبول المطلب ورفض شكل، يعني باقرار انه اللجنه الوقتيه في قرار سي حافظ حمايدي. انا في رايي الخاص يمكن تعهيد المحكمه الرياضيه باستعمال طريقه غير مباشره. عندنا فصل في النظام الاساسي للجامعه التونسيه لكره القدم يقول لك راهو المكتب الجامعي يسهر على مراقبه انتخابات الجمعيات الرياضيه. انا نجم نعهد المكتب الجامعي، المكتب الجامعي ماهوش باش ينظر او باش يعطيني قرار سلبي. في حاله القرار السلبي انا وقتها اعتبره قرار نهائي صادر على المكتب الجامعي في السكوت او عدمه، ونلتجئ مباشره لهيئه التحكيم الرياضي للبدء في النزاع هذا. اليوم هنا قلنا الفرضيه هذه اللي لم تعمل للاسف، يمكن قراءة الفصل تختلف من شخص لآخر، لكن أنا هو بحذانا سيدادي أعتبر أنه كان بالإمكان أنه الطعون الانتخابية بالنسبة للجمعيات إذا كان قرينا النص مليح كنا متمعنين فيه أنه نمشيو لهيئة التحكيم الرياضي وما نمشيوش لخلاف ذلك. أكيد فما عدم إلمام ربما بالقوانين سيدادي، وهذه فرصة باش نثقفوا شوية وباش تبدأ الأمور واضحة عند المسؤولين عند أصحاب الشأن. كيفاش يتم اختيار أعضاء الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي؟ ولا على أي أساس؟ هو الهيئة هذه تتجدد وين ما تصير انتخابات اللجنة الوطنية الأولمبية. يعني وقت يقع تجديد هيئة اللجنة الوطنية الأولمبية، في نفس الوقت يقع تجديد لهيئة التحكيم الوطني الرياضي والمحكمة الرياضية. قبل التنقيح 2010 كانوا الجامعات ينتخبوا المحكمين هذوما. ينتخبوهم، كانت قائمة تتعمل وتتبعث للجامعات الرياضية، والجامعات الرياضية تصوت ويجيو نهار الجلسة العامة بتاع اللجنة الأولمبية ويعلنوا عن النتائج.
15 اللي جاوا الاولانيين هما اللي وليوا محاكمين. باه. لكن بعد في 2010 صار تنقيح، قلت لك هذه التنقيح اللي تبدلت، ما عادش هيئه التحكيم الوطني الرياضي هيكل واحد، مي عملنا فيها مجلس تحكيم وعملنا فيها محكمه رياضيه. في الحاله هذه وقع توخي انه ما يقعش الاختيار المحاكمين هذول من طرف الجامعات، انما يقع اختيار المحاكمين من مجلس التحكيم الرياضي. مجلس التحكيم الرياضي متكون من 4 اشخاص، لانه احنا نقول لكم كيفاش تم معناها التحوير هذايا، بحيث المجلس التحكيم هو اللي يختار العشرين محكم هذوما، ومجلس التحكيم الاربعه هذوما يتعينوا من اللجنه الاولمبيه. يعني اللجنه الاولمبيه تختار الاربعه والاربعه يختاروا العشرين. وانا باش نختار فاصل ثم نعود. شكرا لك.